كاتب، مصمم، ومنتج، وأخيراً مخرج. هذا الرجال يعتبر واحد من أهم الأشخاص في صناعة الألعاب، بحيث طرح أفكار وأساليب مختلفة في الألعاب سابقة وقتها. إحنا نتكلم عن هيديو كوجيما. كوجيما كان أصغر طفل في عائلته، وولد في مدينة ستاغايا، وأبوه كان رجل أعمال يسافر بشكل مستمر. عائلته نقلت إلى مدينة أوساكا لما كان عمره 4، وكانوا يتابعون الأفلام بشكل يومي. ولا أحد من أفراد العائلة كان يقدر ينام إلا بعد ما يخلصون الفيلم. ويوم صار عمره 10، أهله صار يعطونه فلوس بشرط أنه يروح السينما ويتابع أفلام، وبنفس الليلة لازم يرجع ويقعد يناقش معهم الفيلم اللي شافه. لما بلغ عمره 13 توفى والده، ويقول كوجيما أنه كانت ديك الفترة صعبة في حياته، لكنها بنفس الوقت قوته وخلته يبي يصير صانع أفلام. وكان في ذيك الأيام يرجع البيت ويحصله فاضي ويقعد لوحده لفترة طويلة، ويقول هذا أثر عليه كثير لدرجة أنه صار يكره يصير لوحده، بحيث إلى هذا اليوم لو دخل الهوتيل أول شيء يسويه هو أنه يشغل التلفزيون حتى ما يحس أنه وحيد والمكان صامت. مثل ما ذكرنا، الرجال في طفولته كان يحلم بأنه يكون صانع أفلام، وبرضه كان يبغى يصير رسام، لكن جاه ضغط من أهله لأنه ما يروح يشتغل في مجال إبداعي لأنها ما تجيب فلوس كثير، خاصة أن عمه عانى كثير في حياته بسبب كون شغلته رسام. ووفاة أبوه خلت في ميزانية أهله وخلتهم يعيشون أيام صعبة. وعشان كذا أبو كجم درس تخصص الاقتصاد في الجامعة، وكان يكتب قصص قصيرة في وقت فراغه، وكانت فيه مجلات تقبل القصص القصيرة، وكوجيما حب يطرح قصصه هناك لكن كرشوه لأن قصصه كانت بحدود 400 صفحة، بينما القصص في المجلة كانت بحدود 100 صفحة. في أيام الجامعة كوجيما كان يحب يلعب الألعاب في جهاز العائلة في وقت فراغه، وفي آخر سنة من الجامعة الرجال قال أنه وده يشتغل في صناعة الألعاب، لأن العمل في هذا المجال بالنسبة له بيكون مرضي أكثر من أي مجال آخر. والألعاب اللي خلته يبي يدخل في هذا المجال هم لعبة سوبر ماريو براذرز من المطور الأسطورة ميوموتو، وعندنا فيديو له روحوا شوفوه، ولعبة The Portopia Serial Murder Case من المطور العريق يوجي هوري المعروف بسلسلة دراجون كويست. كوجيما انضم لكونامي في قسم التطوير على جهاز الصخر، وكان مخطط ومصمم، وكان زعلان ان حطوه في قسم الصخر لانه يبي يطور الالعاب على جهاز العائله. وكل افكار الالعاب اللي طرحها على كونامي في البدايه رفضتها الشركه تماما، وبسبب انه ما عنده خبره في البرمجه فهذا برضو ما ساعده في اقناعهم. واول لعبه اشتغل عليها كانت لعبه بينجوين ادفنتشر، وكانت وظيفته مساعد للمخرج. واول لعبه هو طورها مع الشركه كانت لعبه منصات باسم The Lost World، بس برضو كونامي كرشته وكنسلت اللعبة. وبعد هذه اللعبة كونامي جت لكوجيما وقالت له كمل العمل على مشروع اسمه ميتل جير، واشتغل عليه كمساعد رئيسي، وبسبب الضعف التقني لجهاز الصخر فهذا خلت اللعبة تواجه مشاكل في تصميم القتال فيها. وبكذا كوجيما غير فكرة اللعبة من كونها أكشنية إلى لعبة تخفي وفيها تحاول تهرب من السجن، وهذا كان مستوحى من فيلم تابعه من قبل اسمه The Great Escape. ومثل جير صدرت في 1987 على جهاز الـ MSX2 في اليابان وأوروبا، وكانت تدور حول شخصية سوليد سنيك وهو رايح الأوتر هيفن حتى يوقف سلاح نووي اسمه مثل جير. وهاللعبة تعتبر من أول وأنجح ألعاب التخفي. العمل الثاني كان لعبة فيجوال نوفل اسمها سناتشر، وكانت بالطابع جانرا السايبر بانك، وكانت مستوحاة بشكل كبير من أعمال مختلفة مثل أكيرا وبليد رانر. فيها راح تلعب بمحقق يحاول يدور عن روبوت قاتل يذبح الناس ويتقمص شخصيتهم. اللعبة على وقتها كانت ثورية والكثير مدح قصتها والمشاهد السينمائية، هذا غير رسوم اللعبة وموسيقاها وطبعا الحوارات في اللعبة. مع ذلك مبيعات اللعبة ما كانت مرتفعة. في التسعينات كوجيما استمر في التطوير وقدم Metal Gear 2 Solid Snake اللي وسع فيها اسلوب اللعبة التجسسي، بحيث صار يمدي للاعب يدنق ويحبي حتى يقدر يتغبى في بعض المناطق. وفي 1994 شفنا لعبة المغامرات من كوجيما باسم Police Nuts اللي تدور احداثها في مستعمرة فضائية. وبعد ما خلص من Police Nuts الرجال اعلن بانه راح يطور لعبة Metal Gear وبتكمل الاحداث مباشرة من بعد جزء Metal Gear 2 Solid Snake، وكان اسم هذا الجزء Metal Gear Solid اللي صارت هي أول جزء Metal Gear يقدم رسومات ثلاثية الأبعاد والتمثيل الصوتي، وهذا أعطى طابع سينمائي مميز للعبة. وكانت اللعبة محبوبة وثورية من أسلوب اللعبة المتقن والقصة والشخصيات. في 2001 كوجيما دوخ الناس مع إعلان Metal Gear 2 Sons of Liberty، والكل شاف فيها جودة الرسوم العالية وكيف وسع على أسلوب اللعب أكثر وأكثر.
ولما صدرت الكل كان برضو معجب فيها من كل النواحي، وحبوا طرح الأمور الفيلسوفية والسياسية، وطبعا طرح فيها مواضيع عن الواقع اللي احنا نعيش فيه حقيقي أو لا. كل هذه الأمور خلت الناس تتناقش عن اللعبة لسنين طويلة. وقبل ما ينزل هذا الجزء، كوجيما عمل كمنتج على كم لعبة مختلفة، منها لعبة الخيار العلمي Zone of the Enders اللي تستعمل روبوتات كبيرة مثل غندم وبتقعد تقاتل فيها روبوتات ثانية، وأيضا عمل كمنتج على الجزء الثاني اللي نزل في 2003. برضو كان منتج على لعبة Game Boy Advance اسمها Boktai، لعبة مغامرات و RPG تستعمل فيها الطاقة الشمسية في لعبك، بحيث الشريط حق اللعبة عليه حساس طاقة شمسية. بعد هذا كله كوجيما رجع للجزء الثالث من Metal Gear باسم Metal Gear Solid 3 Snake Eater، وعلى عكس الأجزاء القديمة اللي خلتنا للمستقبل، هنا اللعبة تدور أحداثها في 1964 أيام الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا، وهالجزء قدم عناصر جديدة مثل النجاة بحيث لازم تأكل وتعالج نفسك من الجروح والسموم، وطبعا مثل الألعاب اللي قبلها اللعبة سرقت الأضواء والكل عشق اللعبة. حتى أم كوجيما لعبت اللعبة وأخذت منها سنة كاملة حتى تخلص هذا الجزء. وفي 2008 نزل الجزء الرابع من Metal Gear، وكوجيما كان أحد المخرجين على اللعبة. في البداية ما كان وده يشتغل على اللعبة، لكن لما جاه تهديدات بالقتل رجع كمخرج مساعد. الجزء الرابع كان ممتاز من ناحية الرسوم، لكن بعض النقاد كرهوا العروض السينمائية الطويلة. بعدها كوجيما اشتغل على Metal Gear Peace Walker على جهاز PSP اللي لاقت نجاح مقبول، ومن بعدها في 2011 كوجيما ترقى وصار نائب رئيس شركة كونامي. في 2012 فريقه انتهى من تطوير محرك فوكس انجن، والرجال من ذيك الايام وهو في خاطره يشتغل على لعبة سايلنت هيل بالمحرك هذا. وفي 2014 نزل ديمو PT اللي هبل بالناس، وطلعت بالاخير لعبة سايلنت هيل وهو يشتغل عليها مع مخرج الافلام Guillermo del Toro. ولما كان يشتغل على Metal Gear 5 كشف بأن هذا الجزء بيكون آخر جزء Metal Gear يشتغل عليه، ولما نزلت اللعبة في 2015 بدأت سلسلة المشاكل بينه وبين كونامي. طبعا اللعبة باعت زين والكثير كان يشوف اسلوب اللعب حقها شيء جبار، لكن القصة ما كانت مرضية للكثير. وأول شيء سوته كونامي هو إنها شالت اسم كوجيما من الحملات التسويقية للعبة، ومنعوه من السفر حتى يأخذ الجائزة اللي كسبتها اللعبة في حفل توزيع الجوائز. في آخر 2015 كوجيما طلع من كونامي وكشف عن فريقه الجديد كوجيما برودكشنز اللي راح يشتغل بشكل مستقل حتى يطورون الألعاب. وأول لعبة لهم كانت بالتعاون مع سوني، وهي Death Stranding اللي نزلت بشكل حصري مؤقت على البلايستيشن 4. حاليا ما ندري وش جالس يشتغل عليه كوجيما، لكن نعرف مهما كان هذا العمل راح يبهرنا مثل ما تعودنا عليه. هذا الإنسان كسب جوائز بالهبل، بحيث دخل الهول اوف فيم للمطورين في حفل دايس في ديسمبر 2019، فلو بنقعد نعدد كل الجوائز اللي أخذها ما راح نخلص. كوجيما جاء لمجال الألعاب بدون أي خبرة في التطوير، وحب حب طور من نفسه بشكل دوري إلى ما صار واحد من أهم المخرجين في صناعة الألعاب، وقدر يتميز بشق طريق خاص فيه يقدم الألعاب الفريدة من نوعها الكثير مننا ما راح ينساها. نتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو، وإذا عندكم مطور ثاني حابين تتعرفون عليه أكثر اكتبوا اسمه بالتعليقات. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.